فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال رحمه الله: ووصف بعضهم أحمد بن حنبل فقال رحمه الله: عن الدنيا ما كان أصبره، وبالماضي ما كان أشبهه، أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها. هذا الإمام أحمد رحمه الله أنه كان أشبه بالماضين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم. فكان الإمام أحمد ينزع إلى الصحابة والتابعين في سلوكه وأعماله ويقتدي بهم رحمه الله. وهذا في أمور العقيدة. في أمور الدنيا كان يصبر على دينه، ولهذا امتحن وضرب ولم يتنازل عن شيء من دينه، فصبر على دينه ولم يعطهم شيئا من التنازل أبدا. فهو جاءته الدنيا فأباها، يعني عرضت عليه الدنيا والوظائف ولكنه أباها، لأنه لا يريد طمع الدنيا. وأتته البدع فنفاها ولم يستسلم لها ويضعف أمامها، بل ثبت أمامها ثبات الجبال.